في هالدرس إن شاء الله حنتعلم كيف نصمم دائرة إلكترونية أكثر تعقيد من الدائرة اللي فاتت، وكيف إن شاء الله نصدرها على برنامج الأرس أو جزء الأرس بحيث إنه نعمل الـ PCB تبعتها. خلينا نبدأ بإضافة عناصر الدائرة. عندي بيك 16F877 و LCD. خلينا نمسح العناصر الموجودة هنا، نروح نضيف العناصر ب 16F877. عندي كريستال، طبعا كل عنصر مكتوب عليه اسمه بيكون في الدائرة، فانت بتبحث عنه اول حاجة باسمه. كاباستور، وعندي LCD. طبعا هيطلع لي انواع كتير، بتختار النوع اللي متوفر عندك. نفترض انه هذه هاي ال LCD، هاي البيك، وهاي الكريستالة. طبعا لازم تكون الرسمة قدامك عشان تعمل إضافة على العناصر هذه. طيب هيك ضفنا معظم العناصر في المنطقة هذه. خلينا نضيف باقي العناصر اللي هنا. عندي العناصر 1 3 و5 مع الأرضي في ال LCD. 1 3 5 مع الأرضي. بعدها عندي 2 مع ال VCC. طيب نوصل باقي العناصر. الآن عندي D4 هنا، وصل مع هنا مع RB4، فنوصله D4 مع RB4. طبعا هيك توصيل بأسلاك. في طريقة تانية للتوصيل حكينا حنحكي عنها، هي عن طريق تيرمينالز مود اللي خدنا من الباور اللي جراوند. تيجي على كلمة ديفولت، تروح بتضيف هنا وبتشبكه مع البن اللي بدك توصل فيه، بتسميه مثلا A1. بتروح هنا بتضيف نفس البن، بتسميه بنفس الاسم. هيك انت زي ال وكأنك يعني وصلتهم مع بعض. هيك A1، هيك وكأنه في سلك هيك جاي وموصل البناء هدول مع بعض. هذا بيخلي تصميم من الناحية الجمالية أفضل بكتير. الـ RS مع العنصر هذا، والـ E مع العنصر هذا. طبعا بضل هنا شوية مفاتيح، خلينا نضيفهم مش اختصار للوقت، بس طبعا اضافتهم سهلة جدا. مقاومات، مفاتيح، وأرضي فقط لا غير. الآن خلينا ننتقل لجزئية